كانت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية شلف من حجز قنطارين وسبعة كيلوغرام من الكيف المعالج أو مع تفكيك شبكات وطنية مختصة في نقل ترويج والمتاجرة بالمخدرات وكذا استعمال وثائق مزورة. الشبكة تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 سنة، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر ب 110 أو أكثر من 100 مليون سنتيم وحجز 5 مركبات كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في تنقلاتهم باستعمال هويات ووثائق ومركبات مزورة وكذا هواتف نقالة. التغطية لرشيد مشور. تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات وتوقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة ينشطون عبر عدة ولايات من الجهة الغربية للبلاد، بالإضافة إلى حجز قنطارين و7 كيلوغرام من القنب الهندي وكذا مبلغ مالي قدر ب 110 مليون سنتيم. بالإضافة إلى ذلك تم حجز 5 مركبات متمثلة في 3 مركبات سياحية ومركبتين نوعيتين كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في نقل وترويج السموم، وذلك باستعمال وثائق مزورة وهويات أيضا لأفراد الشبكة وثائق إدارية مزورة. إلى إرهابي الطرقات، لقي شخصان حتفهما في حادثي مرور ببتنا أحدهما بإقليم بلدية تلخم إثر اصطدام بين دراجة وسيارة ما أدى إلى مقتل سائق الدراجة النارية. أما الحادث الثاني فقد وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 86 في شطر هي رابطي بين مروان وراس العيون بإقليم بلدية المسان، وذلك إثر انقلاب سيارة سياحية من نوع لوغان. التفاصيل في ميكروفون صحيح حريقة. الكارثه هذه تاع الفوسي هذاك، شوف كيف راه المسؤولين تاعنا باش يخدلوا زي يعدلوا الفوسي، الفوسي هو بعد في حد ذاته يزيد على الاكسيدون، ماشي يخف يزيد عليها. الفوسي شوف كيف راه طالع الطوموبيل كي خرجت الفوسي طارت على شعرها مقاسه في الكابل تاع التريسيتي. سمعت نطلبوا المسؤولين تاعنا يجيو يعدلوا لنا الطرقات، هذا راه يزيد يساهم باش يزيد يهلك الطوموبيلات نتاع الناس ويدي الارواح نتاع الناس، ماشي باش يخف. الفوسي نورمالمون ماشي عام، باسكو انت جبت سينما صح السرعه. مي لو كان ماشي الفوسي عام ما صريش المشكل يا من لاكسيد ويا ما كل عبك ايه يوفي هذا الشعر انا قايس الخدمه انترسيتي ابري تخصي الخدمه قلي سمن روما طريق وطني وما تقل الازدواج على الاقل جيت السيفات ولا صحارك خير. عرفت عمارة متواجدة بوسط مدينة مستغانم انهيارا جزئيا لها بعدما سقطت غرفتين من الطابق العلوي كليا دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر، ما عدا الأضرار المادية التي تنقلت من خلالها مصالح الحماية المدنية والأمن لمعاينة الوضع قبل تحرير محضر النهائي عن حجم الخسائر الناتجة. ميكروفون أنيس بن حالة. الساكن هذا اللي راني ساكن فيه ديجا طاحت الضاله والزوجه راهي بتزيد تطيح، اسكو نقعد في هذه الزوجه تطيح نموت انا وولادي ويعاودوا تاني بيفيات وخد اخرين ونجرو ونطيحوا، والتدخل خصنا احنا تدخل عاجل عاجل. احنا مشي رانا كيما نقولوا ربي لا عيط له بيسقم لي ولا يعطيني سكنه، راني محتاج سكنه، راني محتاجها ضروريا. وشاف دايره في يشوفوا فينا بعين الاعتبار، يجي يشوف البنايه كراهي دايره على بالك بني حنا انا وشيباني وولادي وقاوت قاعدين برا قاعدين برا ساعدين قاعدين في امان الله تحت علينا السكنه. دخل مترشحو مسابقة الأساتذة الطور الابتدائي بولاية الصديف في امتحان لغة الفرنسية بعد نجاحهم في المسابقة الكتابية، وكلهم ملفي الظفر بمنصب عمل يسمح لهم ولوج عالم التربية والتعليم. ميكروفون فرشي. فتحنا الأسئلة بحضور كل المؤطرين هذا الصباح، كل المؤطرين تاع المركز تم توزيع على كل اللجان بحسب العدد. المترشح يقدم بطاقة الهوية تاعه والاستدعاء، تيراج وصور يهز ان كيستيون يقراها، عنده ان طون دو ريفليكسيون مدة معينة للتفكير يحوصل الإجابة تاعو هكذا، ومن بعد يرجع للجنة يقدمها. لي كيسيون سو سون كونفينابلومون يعني كانوا في متناول الجميع،
Ils m'ont donné une question à la recherche de les cybercafés. Est-ce que je suis pour ou bien contre? Ils m'ont dit que comment l'enseignant va combattre cette phénomène, yani qui fait le prof, les herbes et bahira, puis je me touche de silbiet à la talamide de Tawana. Est-ce que ça va bien? كاينين اسئله صعاب ثم لازم الواحد لازم يكون اوكور في لو دومين هذاك باش يقدر يريبوندي على هذوك الكيستيون. استقبال كان في المستوى استقبال جيد جدا، كانت الاسئله في مستوى متناول المترشحين، ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. تربويا دائما اجتاز زياد من 5000 مترشح لمسابقه الاساتذه للالتحاق ب 500 منصب موزعين على الاطوار الثلاث والتي سطرت مديريه التربيه لغريزان كل الامكانيات غير او كل الامكانيات لانجاحها، غير ان برمجت اجتياز الامتحان في الفتره المسائيه نال استياء الكثير من المترشحين خاصه في ظل ارتفاع درجات الحراره، اضافه الى المسافه البعيده التي يقطعها المترشحون للالتحاق بمراكز اجراء امتحاناتهم. حمزه زروقي. أحصينا عدد المترشحين إجمالي وهو 5312 مترشح يتنافسون على 522 منصب مالي، وقد خصصت المديرية كما قلنا 6 مراكز لاحتواء هذا العدد الضخم اللي هو 5312 المترشح. بعض الأشخاص وبعض المترشحين اللي متواجدين في مناطق بعيدة على غرار عمي موسى وعن طارق ومازونة، فأعتقد أنه المسافة كانت بعيدة، خاصة أنه هناك توقيت من الثالثة إلى الخامسة. اكتدات على المترشحين والحرارة المرتفعة في دولة غريزان، ومسابقة تمشي عادية. الامتحان هذا شفوي، نلاحظ بعض النقائص فيما يخص الانتظار، يعني ما كانش بلاصة تقعد فيها ولا حاجة، ولا الدنيا غير واقفة وقاعدين سخانة، وبليس دو سان ليكزامان على الوحدة. هما كون دايرهم في 3 جور ولا في 4 جور وديرهم يفوتوا من 9 ل 11 ولا 11 ونص والله والدنيا ترى ديارها، كما درك رانا قاعدين نقراو هنا عندك عندنا صدره كاع رانا داخلين تحتها ما كاش حاجه وين تقعدوا كاع. بعد ان اصبحت الصناعات الحديثه مهدده او ابت بعض النسوه من ولايه دمنراست بصناعه او اعاده احياء صناعه الفخارات، تفاصيل مع عبد الرزاق حاجي. صناعة الفخار واحدة من أقدم الصناعات اليدوية التي تواصل صمودها رغم رياح التغيير محتفظة بصانعها. عائشة من دمنراست واحدة من اللواتي ورثن هذه الصناعة من والدتها، فأبت إلا أن تورثها لأخريات. كنت نخدم في الطين شحال من سنة تبارك الله، وليت في التكوين معلمة في التكوين، خرجت شحال كنت في البداية كنت معلمة تابعة الورقلاء صناعة تقليدية تاع الورقلاء، خرجت شحال من فوج بنات. جيت على أساس باش نتعلم ونخدم، وجيت عند الخالة عائشة باش نتعلم صناعة الفخار، وباينة هي باش حاجة زينة. مشينا عند الأستاذة في التكوين ووراتنا وعلمتنا ورتنا الطريقه مش كيما نتاع زمان كيما دروك. فالمنطقه معروفه بتنوع المادة الاوليه المنتشره عبر ربوع الاهجار، اضافه الى دعم دار الصناعه التقليديه. الدور تاعنا هو تشجيع اولا المستثمرين لاستغلال هذه الموارد الطبيعيه، وكذلك التشجيع الحرف اليدويه. صناعة الفخار صناعة تقليدية تمثل جزءا مهما من حضارات وتراث الجزائر، وحتى الآن ما تزال هذه المهنة رائجة ولديها زبائن كثر يفضلون الأواني الفخارية.